على السلامة. الله يسلمك. غير معي غير معي. كيفك؟ شو اللبس اللي لابستيه هذا؟ روحي غيري ثيابك حبي. ماما شو اشتقت لك؟ وين اغراضك؟ امي هي اغراضك هي الشهداء. بس؟ اي بس شو بدي اجيب معي يعني؟ اي فوت فوت سلم على جارتنا النبيل. تفضل. اهلين خالي اهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل. تفضلي خالي تفضلي. ليش تأخرتوا؟ والله غلي قلبي عليكم. هو التأخر كان بسبب تأخرنا يا أمي بسبب هالمطار الزفت اللي عنا. It's so disgusting. Woo. ساعة كاملة وأنا عم دور على الشنطة تبعي. أه؟ معقولك أمي؟ معقولك أبي؟ ونص ساعة وأنا عم دور على العرباية. يروحوا يشوفوا الحضارة بمطارات العالم. شو هاد؟ شو هالمسخرة؟ لا كلكم والوقفة على ختم الجوازاتكم. It makes me nervous. It makes me nervous. Oh my God. Oh my God. على كل حال شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي لك أمي؟ خلينا ساكتين. إيه معلش يا أخي لا تهز بدنك. هالشغلات بتصير وين ما كان. لا مايا معلش. لا تغلطي حبيبتي لا تغلطي. نضيف الكاسة ماما؟ نضيف يا ماما. هالشغلات ما بتصير غير عنا. بس أنا الحق علي. أنا. ليش بابا؟ ما فهمت عليك. ليش أنت؟ شو دخلك؟ يا بابا انا ما كان لازم اجي كل هالجيه المبهدله هي مبهدله كثير بابا مبهدله بس صدقوني انا اجيت لاني اشتقت لكم كلياتكم ولو ماما طول بالك حبيبي طول بالك هلا مايا بتجيب لك فنجان شاي وقطعة جاتو من شغل ايديها الحلوين مالي جوعان امي مالي جوعان اكلت بالطياره يضربوا هن وهالطياره وهالاكل المقرف هاد المهم سعيد شلون شفت لي هشام بعد غيابك عنها هالمده؟ تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي طلعت انا وبابا من هالمطار واخذنا سياره تاكسي من المطار لهون تقولي راكبين طنبور ولك مو عيب مو عيب اتس انبيليفبل يروحوا يشوفوا عنا محل ما كنت كيف العالم تمشي بالشارع موديلات السيارات الشوارع النظيفه يعني أنا ما بعرف عم بتساءل يعني كيف بيسمحوا لهيك كراكيب تمشي بالشوارع معقول اللي بدي أقوله إنه بهيك بلاد الأحسن واحد إنه يمشي يعني بصراحة أنا استحيت كتير فبدل ما يركب هيك كركوبة يمشي أحسن له بس والله يا سعيد صار عنا سيارات حلوة بلا شو بس والله يا سعيد صار عنا سيارات حلوة حبيبتي محل ما كنت أنا إذا ما كانت الشوارع ملسة مثل خد البنت ما بيسمحوا للسيارات تمشي عليها مفهوم؟ معلش يا ماما يمكن أنتوا طلعتوا مع شوفير غشيم مرق على كم جورة بس مرق على كم جورة طيب أوكي مرق على كم جورة وهالوسخ والنشح هاد اللي بهالطرقات شو بدي أحكي لأحكي الحق علي أنا اللي إجيت هالجاية المبهدلة هي بس بزمتك ما اشتقت لحارتك ما تغيرت عليك؟ دارلينج هالحارة بده شي بلدوزر يقشها من أولها لآخرها ويعمروا بدالها شي كمبناية أو ناطحة سحاب مثل الخلق والعالم أنا قايمة أجيب لك الشاي والجاتو شو مايا خلص بقى قلت لك أكلت بالطيارة أوف عادي I'm so tired I miss you dad الاعتداء الذي اودى لك العمى شو التلفزيون ها اشتهيت اسمع خبر حلو واحد شو صار بالدنيا اي والله وحوش الغابه ارحم من الانسان اوه او ماي جاد بابا ليش هيك المي كثير خفيفه عنا طول عمر عنا المي خفيفه بجوز لانه طابقنا عالي شوي عم تجي المي خفيفه عالي يعني معقول يا بابا اذا كان عالي شوي ما احسن اخذ شاور يا بابا انا محل ما كنت كنت ساكن بالطابق 107 يعني 107 وكانت المي تخدق خدق لو قال شو بلادنا ما شاء الله عمهلك حبيبتي عمهلك بلادنا بلاد الانهار والينابيع بس شو بده يقول الواحد شو بده يقول ليقول what can I say على كل حال انا الحمار اني اجيت اكيد هي اختك فداء وجوزها ولا شو جاي شو لشو جايين؟
اسمعوا على السؤال، جايين يسلموا عليك؟ يسلموا علي؟ يعني ما حلوا يبطلوا هالعادات هي بقى؟ وداع واستقبال؟ أنا فايت لجوا. مرحبا ماما. أهلا ماما. أهلا وسهلا. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. شو حلو أخي؟ عم يتحمم ويلبس هلا إيش؟ تفضل تفضل. يا أبو رأيي شو اشتقت له، صار لي أسبوعين وأنا عم شوفه بمنامي. هو كمان اشتاق لك يا حبيبي. مرحبا عمي. يبيكم بسلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك، تفضل تفضل. وشلونه يا هل ترى؟ كيف صحته؟ يسلم لقلبي، بس ضعفان شوي. ايه طبعا رح يضعف لأنه الغربة صعبة يا أمي. يا سعيد عجل شوي، اختك وصهرك عم يستنوك بدون يسلموا عليك. وإن شاء الله ما تعذبتوا بالمطار بابا. لا بابا ما تعذبنا، بس كان زحمة شوي. هاي. أهلين حبيبي، الحمد لله على سلامتك، كيفك شو أخبارك؟ أهلين حبيبتي، معلش بدون مستسر بريدي. How you doing? Fine. أهلين أبو سعود. أهلا وسهلا. أهلا شكرا. How you doing؟ تفضل ارتاح تفضل ارتاح. أهلا وسهلا تفضل. لا إيه أخي احكي لنا من الأول، إن شاء الله ما عم تتعذب بهالغربة. تفضلي تفضلي حبيبتي تفضلي. طمني حالك حبيبتي، ما عم بتعذب بنوب بنوب. هنيك أحسن من هون بكتير كتير. There is no comparison. ويا هل ترى شو عم تشتغل هنيك؟ حبيبي عم بشتغل ببيع وشراء سيارات. معرض سيارات يعني؟ Precisely. معرض سيارات، بس معرض فخم كتير، يعني ما في عنا غير سيارات يابانية وأمريكية، أما سيارات مشرشحة صيني كوري ما عنا. وإن شاء الله مرتاحة بهالشغلة. كتير كتير مرتاح فيه، في كتير مرتاح. ما تشغلي بالك أنت، بتعرفي ليش؟ لأنه صاحب المعرض عنا ما بيستغني عني ولا دقيقة واحدة، لأنه بيخرب الشغل. بيخرب الشغل، بعدين بيعاملني بكل احترام. مزبوط. تصوروا بالزور العطاء إجازة أسبوعين. صحيح، بالزور عطاني إجازة أسبوعين، بس أنا الحق علي، حق علي، ياريتني ما أجيت. لسوء الحظ أني أجيت. ليش لا سمح الله؟ ليش؟ أنا بقلك ليش، لأني من أول ما أجيت يا فيفي على هالبلد وأنا عم شوف شغلات عم تزعجني وتنرفزني. تعرفي لك فيفي، عم فكر جديا أني أقطع إجازتي وأرجع لهنيك لمحل ما كنت. عفوا يا اخ مو امتى بدكم توزعوا جوازات سفر؟ بعد نص ساعه. اكسكيوز مي سير، بس ضروري يعني كل مره ناخذ تاشيره؟ انا ما دخلني، روح اسال المدير. فزعوا شو هالبلد هي، فزعوا على هالبلد. بس انا الحق علي، انا الحق علي، يا ريت انكسرت رجلي وان سالفت بيسز وما اجيت لهون. ليتس جو داد. ليتس جو داد. متعدس وما عدا المقبلات اللي بيحبها قلبك. بقى شو رايك حبيبي؟ ولا شو هالعزيمة هلا؟ يو، لإيش هالعزيمة؟ معقول تيجي وتروح وما عزمك لعندي على بيتي وأفرح فيك؟ يا أختي يا فيفي، فهميني حبيبة قلبي، الله يخليكي فتحي مخك معي. أنا جاي كم يوم، أوكي؟ سياحة. مالي جاي روح عزايم وروحات وجيات. بعدين هالعادات والتقاليد لازم تبطل بقى، شو كبة وما كبة؟ يعني ما بدك تجي؟ ما بعرف أختي، ما بعرف، ما بعرف، بجوز يكون مشغول، بجوز يكون مسافر، بجوز يكون عندي شيء. خلص تركيني هلا. ما بصير يا سعيد، مشان اشتري الاغراض. اختي بصراحه بصراحه انا ما راح اجي، ما راح اجي اكل كبه. شوفت عينك، انا ضايق اخلاقي من هالبلد، فهمي علي بقى. طيب مثل ما بدك. خاطركم تيك ات ايزي فيفي، تيك ات ايزي. لك ابني انت شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. شلون مو صاير لك شيء بقى؟ لك حبيبي انت من وقت اللي وصلت قالب خلقتك وعم تتزمر وما له عاجبك شيء، لا مطار ولا طريق ولا حاره ولا بيت ولا دكان ولا اهلك ولا رفقاتك، وطول الوقت عم تحملنا منيه انك اجيت لعنا وفرجيتنا طلعتك البهيه. لا وفوق منا عم تهدد بدي ارجع، بدي سافر، شو هالعيشه؟ شو هالبلد؟ شو هالوطن؟ بقى فهمني يا سعيد، شو ساوى لك هالوطن؟ ولك هالوطن رباك وعلمك، وإذا فشلت بدراستك وشغلك فمو لحق على الوطن أبداً، لازم تلوم نفسك بالأول. ولك يا ابني، يا ابني جريمة كبيرة إنه الإنسان يكره وطنه.
صحيح في فوضى وفساد، بس الهروب من الوطن والنق والشكوى ما بيحلوا شيء يا ابني، بالعكس هدول بيزيدوا الهم واليأس والإحباط. ومثل ما في بالوطن ناس أشرار وسيئين، وصدقني هدول قلي، كمان في ناس أخيار شرفاء عايشين بكرامتهم وما بيتخلوا عنها أبدا يا ابني. ولك نسيت يوم اللي ضربتك سيارة قدام المدرسة ونزفت وأخذوك للمستشفى واحتجنا لدم وكانت زمرتك نادرة؟ كيف الناس رقدت؟ شي منعرفهم شي ما منعرفهم ليعطوك من دمهم؟ نسيت أختك فداء يلي كسرت بخاطرها ورفضت وتغدى عندها، كيف ما تركتك بالمستشفى لا ليل ولا نهار؟ ومو بس هيك، كانت أختك تعطيك من خرجيتها وتحرم حالها وتقول أخي شاب لازم يطلع يصرف قدام رفقاته. أوخ بس يا حيف عليك، يا حيف عليك يا سعيد، لسه ما صار لك سنة غايب عن البلد ورح تتنكر لكم شي. ولك هذا البلد بلدك، لو طولت لو قصرت بلدك، لو أخذت الجنسية الأجنبية بتضل هالبلد بلدك. ولك ذكرياتك فيها، طفولتك فيها، شربت من مطرة من ينابيعة، اتغذيت من ترابة من قمحة من فواكية وأسمارة. أما البلد الأجنبي اللي عم تفتخر فيه فحياتك فيه صناعية مصطنعة، حياة متكلفة، عيشة مستعارة، كلها مداراة ومجاراة وخوف من لحظة الطرد والاستغناء عن الخدمات. صحيح بلادنا مالها كاملة وفيها كتير من الأخطاء، بس أنتوا اللي بتصححوها، جيلكم اللي لازم يعدل المسار ويوازن الكفة. أما الهروب يا سعيد والتقاعس وترك الشقة لمين بقى؟ فهذا هو العجز يا ابني، هذا هو التملص من المواجهة والمسؤولية. يا ابني يا سعيد لا تقول يا ريتني ما رجعت، هذا كلام كبير راح تندم عليه بيوم من الأيام، لأنه الطير مهما طار هون ولا هون بده يرجع لعشه ويستريح، وإذا ما رجع راح يضل تايه بهالدنيا، ويوم يلي بيتعب جناحاته شوف وين بده يقع ويموت. طول بالك ماما، كاسه مي ونقطه مزهر لبابا قوام بسرعه. طول بالك ابو سعيد، صوتك زعلان من سعيد. صدقيني يا ام سعيد انا مالي زعلان منه، والله زعلان عليه. ايه بس بابا مو معقول يسافر وانت لساتك زعلان منه. طيب امتى طيارته هو؟ بكرة الساعة 3. اصبح وراهمكم، بكرة منطلع على المطار ومنودعه. مبسطتوا هيك؟ الله يخلينا ياك يا أحلى بابا بالعالم. الله يخليك ويديمك يا رب. ماما تعي نحضر العشاء. Get off the way! Get off the way! Excuse me, sir, but I haven't finished yet. That's because you're a big dumb asshole. You should have finished your job earlier, not in front of the customers. Excuse me. هذا اللي شاطرين فيه. أصل حق علي أنا اللي بشغلكم. بلاد بلدي. Said, you have call from Damascus. ألو، كيفك يا أمي؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. كيف البابا وإخواتي؟ نحن مناح ماما، أنت طمني كيفك؟ لا تطمني ماما، تطمني أنا يعني كتير بخير كتير مرتاح، ما في أحسن من هيك. ليش ما عم تتصل فينا يا أمي؟ صرنا شهرين ما سمعنا صوتك. يا ماما صدقيني يعني فعلا مالي فاضي، الشغل فوق راسي. معقول ما عندك وقت بنوب حتى تتصل فينا؟ ماما المعرض اللي حكيت لك عنه، المعرض الكبير اللي أنا مستلمه، عم سكر الساعة 1 بالليل، عم برجع تعبان كتير يعني يا دوبني حط راسي ونام. طيب طلب منهم يعطوك إجازة ترتاح فيها كم نهار. شو يا أمي شو إجازة ما إجازة؟ أمي ما بيقدروا يستغنوا عني ولا دقيقة واحدة، ما فيهم أبدا، لأنه معلومك أنا اللي عم بيع السيارات هون، يعني أنا اللي ماشي الشغل كله من أوله لآخره. يعني على هالحالة أنت ما رح تجي على العيد ما هيك؟ ولك يا أمي شو بدي أجي ساوي عندكم؟ مو حاجتي شو صار فيني المرة الماضية؟ لا أمي مالي جاي، أنا هون عايش ملك وما حدا قدي.
لك سعيد الزفت. يلا أمي يلا، أنا بدي روح مدير الشركة عم ينادي لي في زبون. يلا بخاطرك بخاطرك أمي بخاطرك، الله معك. يسر يسر. لك أنا شايبك لهون لطح هناك على التليفون لتشتغل. يلا روني بيلع شغلك يلا. صنع لي بس الوالد كان لك روح.